نقول هنا في البلد والامن المستقر الولي يقول الامن المستقر في سوى الدافور الحمد لله. لانه قتلونا اخواننا من قبائل افريقيا قتل واحد اسود امن مستقر، لكنه قتل واحد من قبائل العربيه امن ما مستقر اخواننا. حاسب اليمامه ولا ما حاسب؟ حاسب 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 من قبائل افريقيا زي اليمن تقدر تمشي عليهم كده معناه امن مستقر. على الشباب والله ما في البحرين لا حدود بحرين ولا حدود بحرين. اي رسول يهلك نفسه اثنين ان البخاري بتعرفوه المنازلات كل زوج هناك مستعد. عين يا جبل كل زوج هناك فوق. اي انت هنا كل كل زوج هم برتي. اي قبيل هذا منه اجرام كل القبائل هم. ده سويتوه والله كم شوفتي في البلد ما سويتوه ما سويتوه والله يعبدوكم حيعبدوكم وتسمعوا هذه الدار تمام تمام في هذه مبروك مبارك على التاريخ اللي هنا وقوم الامس لازم يجي يقول شوف اللي يقول لك كثر يقول شوف الصغار هنا وانا شوف الكثر ما بدل 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 ما بدلوا على منو؟ ما بدلوا قتلوا على منو؟ ده كلام ما جاي اصلا ولا اقل بيصوروا ولا يقبلوا يا سيدي بلا اذا كانوا ما جايين هذا السن يشوفوا الناس كثر اين اين وقصاص ما هو سجن بس عشان يقول سجن بجا بكره قتلوا مخارب بعد كم لا قبل كم يوم قتلين ثمانيه سترتوا من اخوان في الشغل ولا ما سترتوا؟ قبل كم سنه؟ ثمانيه نفر مش كده؟ انقتلهم منو؟ تبعتهم؟ يا جماعه الناس ما تنسوا خليكم سايحين خليكم سايحين يا جماعه أشيل أشيل مخدر مدبر وماشي مخدر مدبر وماشي أقارب ما يوم أقارب تيجي مدبر ما يجي لا وشنو ومعانا ما خبرت الفلوس لو بنت لدوم جايين بس هنا وبارسوا لنا جام يقول لك ما نسعى ولا ما دام شنو في المكايدات انا اخواني والله شوف الزول ساري للموت الموت حيهرب منه لكن لو بقيت تهرب من الموت الموت حيجيك في اخر دارك لا تجيني سوى هذا مثلا جماعه كل الموت بدون يومه وجهه قصاص اجيب اي زول جبل والله ممكن يموت قبل يوم وراح يرجع الموت قبل يوم لما تقول الموت الموت حيهرب منه يا اخويا جاوب شوف ما اروح زي لك انا جاي من وين؟ جاي من وين؟ هسه انا متاكد ثلاثة رسالات ألف الشرطة الإدارة السرية القيادية وكل ما نسمع متاكد ان ما كل ما بسمع وفي استخبارات الجوية الله اكبر وفي ناس متعلمين وفي سياسيين في خليكم عين والله المتعلم السياسي المسيخ بعدين بالطريق والله وزيفه يلقى وزيفه والله ما يلقوه بالطريق السلام عليك يا زول انا هنا ناس المزاري أنا إذا دايرين سلاح زي هم جمالا إنهم سلاح وباكلوا في الناس ده أنا زريدة فوق زكا وفوق مساكين باكلوا أرملة باكلوا ما يدوني سلاح يلبس الجمل براو بي جمل يدخلوا قروش يجيبوا في الدكان وفي البنك وياكل براو أنا ذات الحكومة يديني سلاح إذا ما بدينا نقول لي سلاك كان نمشي للدول نجيب سلاك نرجو بس رينا حكومة يا يعني مخوفة انت يا زون بي انت منو ما يجيب سلاك والله والله نبي ليش ما قروشي ما يجيب سلاك نبي بعدين اسمع ما تكاتل عمي يا زون سلام عليك اقربوية اقربوية سلام عليك انا بس لي خلي جمال يجي يقول لي تيري ابي يقول لي انت تيري ابي والله انا قلت لي ظلم ولا شنو اي مزاري امل لسلاك يجيب تزار وخيال يجيب لنا ما انا من جمو انا خافوا منو من جمو انا بعد تمينا كلام من فرو لكن انا نتكلم ما انا خاف باي واحد ايوه ما ننزل احيانا ننزل 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 ايوه ما ننزل ما هو